مش نبداو بالهواريه، مش نبداو بمهرجان اليمامه للسلام. مهرجان كانوا حضروه عديد الوجوه المعروفه على مستوى الفن والثقافه والاعلام. المهرجان هذا كانوا فيه برشا ضيوف، منهم الشاب بشير اللي كان غنى اغنيه يا حمامه طارت المشهوره جدا، اكثر من 15 مليون فيو في اليوتيوب. اما المهرجان تاع اليمامه للسلام، المبدا فيه انه يتلموا سفراء وفنانين ومشاهير وسياسيين ويطيروا حمامات السلام فك الهضبه الكبيره اللي موجوده في الهواريه. لحضرنا على لحظه انه الحمامات قاعدين يطيروا مع اغنيه شاب بشير يا حمامه طارت، وعنا لكم الفيديو هذا للحمامات وهم قاعدين يطيروا. هكا تولي غناية يا حمامة ما طردش. تعنيف الحمام تم وتوصل على خاطر لقينا إحدى الوجوه التلفزية اللي حاضرة في المهرجان اليمامة للسلام، تعرفوها ومش تعرفوها زادة بخطابها معنا في كاميرا حسين. يا حمامة طارت طارت للعالي، زعما باش تجي فوق التاسعة؟ باش نموت فيك قبل ما تطير. زعما موتو فتفتو انا الحمامة. هذا يتسمى التعنيف حمام كما كنتوا قاعدين نشوفوا. كان هذا تعنيف حمام. خلينا نوريكم التحرش بالحمام كيفاش يكون. حياة جبنون مثالا. كان تعرفوا الحمامة فاش قاعدة تخمم. نواصلوا مع ميس عرب ايدل اللي كانت حاضرة زادة موجودة، وابارامون ميس عرب ايدل شربت برشا ماء قبل ما تحضر في مهرجان اليمامة للسلام. هاو علاش؟ بون خلينا نمشيو لحاجة أخرى تشرب برشا. نمشيو لباجي، نمشيو للسيد باجي قايد سبسي اللي كان استقبل 20 ولا 18 من رجال الأعمال في قصر الرئاسة. تعرفوا 18 من رجال الأعمال يقعدوا يستناوا السيد باجي قايد سبسي، أكيد باش يحكيوا عليه، أما ردوا بالكم كي تحكيوا على الباجي راهو شيء ما يفوت. خلينا نشوفوا وقت اللي رجال الأعمال يحكيوا على الباجي شنو صار. يدق راهو الباجي يدق راهو. باهي خلينا نمشيو لكونفرنس اخرى. صارت كونفرنس بين البنك التونسي وبين البنك الاوروبي للاستثمار. الكونفرنس هذه صارت وكان ثلاثه من الموجودين تبادلوا الاتفاقيات بين بعضهم، لانه الاتفاقيات بعد ما تصحت باش نوريكم تبادلوا الاتفاقيات. فما اتفاقيه صورناها لكم بالاحمر واللي هي دارت، خلينا نشوفوها كيفاش دارت وين رجعت. C'est un jeu de chaises musicales mais avec trois chaises. Voilà. لا تبارك الله يسلمك رايتك، من رجعتك نتاعك نفسك. نرجع لمشروع تفعيل انجاز مدينه الثقافه اللي كان الحبيب السيد عاود وامر باطلاقه، وكان البارح وزير الثقافه ووزير التجهيز والاسكان حضروا على تقدم الاشغال فيه. المشروع هذا وقت اللي دخلنا باش نصوروا الوزراء اللي يدوروا فت انتباهنا السيد وزير الثقافه شنو لابس فوق راسه. لهنا توا السيريال فتق المواهب نتاعو. كلمتي فنان. الرومان اضخم من اللي عمرو الرومان. السيد وزير الثقافة لاحظ أن الكاميرا حسام تبع فيه وتصور فيه، هذاك علاش قرر أنه يرجع إلى شكل آخر وينحي الكاسك. ترى خلينا نشوفوا كيفاش. السيد الوزير كان خليت كاسك خير ارتاح حسيت. خلينا نكملوا مع السيد وزير الثقافه. قلت لي السيد وزير التجهيز والاسكان يعطي في تصريحه للاعلام. السيد وزير الثقافه كان بحذاه، بتعرفوا كي يعطي تصريح يلزم الوزير بحذا الوزير، اما برامون خذيتوا عين شويه. تعرفوا اللي عشنا معناها مع بعضنا الخمسه سنوات نوعا ما صعبه، وخاصه من السنتين الاولين المشاكل اللي تعرضوا لها المشاريع المتوقفه، لانه تونس لازمنا نقف تونس، حتى احنا راقدين لازمنا نقف تونس. من دوره السيد وزير التجهيز والاسكان وقت اللي وزير الثقافه خذي دوره باش يعطي تصريحات الاعلام،
ترى نشوفوه كيفاش كان يراقب في وزير الثقافة. ثم كذلك يعني في مستوى متحف الفنون المعاصرة، إذا هذاك كيف كيف اللي هو سيحتوي ال شبيك تقهر لك شعمل؟ باهي نمشيو للموضوع المهم اللي تصدر عناوين الصحف ووسائل الإعلام وحتى تو قاعد يصير في 9 مساء، اللي هو موضوع المظاهرات اللي قاموا بهم المربيين في باب بنات في القصبة ضد وزير التربية نجي جلول. بدينا بإحدى المربيات اللي كانت عندها شكوى، ركزوا معها وفي مطلبها وشنو هذا معها في الورقة اللي معها. بالنسبه لي معناتها سوفي معناتها يستجيب لمطالبنا، ما عنديش مشكله مع السيد الوزير، فهمتني؟ مشكلتي هي انه مشكلتي انه هو ينتدبني. باهي اذا كان ما تدبنيش بطبيعه نطلب برحيله، اذا كان ما تدبنيش مساج واضح. اوكي صف كل يهمنا مش المدام اللي قاعده تتكلم، اللي يهمنا الثلاثه نساء اللي وراء السيده اللي قاعده تتكلم. نعاودوا نشوفوه. بالنسبه لي معناتها سوفي معناتها يستجيب لمطالبنا، ما عنديش مشكله مع السيد الوزير، فهمتني؟ مشكلتي هي انه مشكلتي انه هو ينتدبني. باهي اذا كان ما تدبنيش بطبيعه نطلب برحيله. طز اعور. اوكي سيلفي وديجاج خلفي. خنكملوا مع احد المربيين اللي كان عقلاني في تصريحه واللي طالب بمطالب عقلانيه، طالب الوزير باشياء معينه. هات نشوفوا السيد المربي العقلاني. اما احنا ماذا بينا يهبط شوي من خطابه، يكون خطاب محترم، معناه خطاب نتاع مربي، هو رئيس وزاره تعنى بالتربيه. واضح، مساج واضح ومباشر للسيد وزير التربيه، الخطاب لازم يكون محترم. هذاك علاش احسن مثال انه يتعطى للوزير هم المربين بيدهم انهم يعطيو خطاب محترم. تفضلوا استاذ المربين، اعطيو للوزير وزير التربيه مثال على الخطاب المحترم. يكون خطاب محترم، معناه خطاب نتاع مربي. لا محترم، محترم على هذا الاحترام تصبحون على احترام.